حسين محمد العطار من شمال قطاع غزة، ولقموني بنيوتن فلسطين في أزمة الحرب ما كانش في عنا كهرباء. أنا فكرت إني أدور مكان، فطلعت على السوق أخذت الدينامو وجيت فيها. أنا اشتريت واحد بشيل، صرت ألف الدينامو تلاقيه يطلع كهرباء، ألف ويطلع كهرباء. ركبت أول واحد فوق، وركبت جبت كمان مراوح شفر ركبته معي لحد ما طلع كهرباء، وصار يدي على كهرباء كويس، وجبت أسلاك وشبكت للدة فيه. مرت في الليل مرت في النهار، كل مكان فيه ريح كل مكان فيه ضوء. وأنا بتمنى إنه لو في بطارية يخزنه إنه توفر هذا 24 ساعة. يعني كان عنده ولد أخوي صغار اثنين توهم، فكانوا يصحوا في الليل يلاقوا الغرفة عتمة، صاروا يصيحوا. فلما أنا يعني ابتكرت هذه الشغلة، فيصحوا في الليل يشوفوا الضوء خلاص يرجعوا يناموا ما يخافوش. يعني لا عندنا حرمات ولا إيش، يعني في الليل ننام على الأرض. يجينا مشي من الشمال لرفح، ما حملناش غير لواء اللي احنا لابسينهم بس. صوت الطيران في الليل يعني مزعج كتير، بخوف الصغار يعني زي انا بخاف من صوت الطيران في الليل. برضه كمان الزوارق الحربية في البحر طول الليل، كأنه هاي البحر جميلة وقاعد تضرب، فاحنا يعني بنخاف منهم كتير. في ناس كتير زي بتبتكر في قطاع غزة، بس هذه الشغلة يعني مطمومة عندهم، ما حدش بيطلع عليها. بطلب من العالم وكل الدول العربية إنه توقف هذه الحرب، وإنه أكمل موهبتي وغيري كمان يكمل الموهبة اللي أنا بتمنى إني أحلم فيها.